وسط زميلاتها تجلس نجمة في هذا الفصل المتواضع الذي أنشئ حديثا لرعاية وتأهيل المكفوفين في محافظة أبيان من أجل تأهيلهم ومحاولة إدماجهم في المجتمع. ولأن الحلم ليس حكرا على فئة فقط، تتحدث نجمة عن أحلامها التي لا تبدو مستحيلة. من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا، مهما نوره طال زهوره قيلي لا الدنيا حالك. حلمي الوحيد من 7 سنين اني اشتي يعني ان شاء الله لو تخرجت من دراستي اني ان شاء الله اشتي يعني ادخل انشاد، فن انشادي ديني. هي ليست الوحيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يقطعون المسافات لمواصلة تعليمهم هنا، على الرغم من ازدحام المكان بالكثير من زملائها وهم في مراحل مختلفة، لكن الرغبة في مواصلة التأهيل دفعتهم للجلوس ولو في فصل واحد في المركز الوحيد من نوعه، وتبدو المحافظة في أمس الحاجة إليه. عندنا 17 طالب وطالب لكن مراحل مختلفة، دراسات مختلفة، ولحد الآن ما فيش أي جهات معنية، يعني في جهات مفروض أن الشؤون الاجتماعية معنية بهذا الفصل لكن ما فيش أي استجابة منها. هذه كلها جهود ذاتية مننا إحنا، وعندنا معلمات حوالي 5 معلمات كلهم خريجات متدربات على طريقة إبراهيل لكن بدون رواتب. منذ إنشاء هذا المركز وتأسيسه قبل أكثر من 5 سنوات وحتى اليوم لم يحظى بأي اهتمام من قبل الجهات المعنية والمنظمات الداعمة، ولا تتوفر فيه أدنى المقومات الأساسية لهذه الشريحة. الطلاب هنا يحتاجوا إلى مثلا وسائل تعليمية ملموسة، ماش عندنا وسائل، ماش إمكانيات نوفر هذه الوسائل لهم، ولكن نتمنى من هذه الجهات أن تنظر لنا نظرة، لأن هذا الفصل الوحيد محافظة أبيان. الكثير من المكفوفين يحلمون بالالتحاق بهذا المركز أسوة بزملائهم، ولكن الظروف حالت بينهم وبين طموحهم، فوجودهم في مناطق بعيدة أعاقهم من تحقيق ولو جزء بسيط من أحلامهم المشروعة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.